انا رحت مكلم الاستاذ سمير زاهر، تمام، واديت التليفون لاعضاء مجلس اداره سموحه بالكامل، نايب، وكان فيه مستشار ودكتور ومهندس، وادو مجلس شورى كان موجود. قالوا لسمير زاهر، استاذ سمير زاهر لا يصح ولا ليك، وهقول اللي انا بقوله لك. طب سياده المستشار، سياده المستشار، انا عايز اكلمك يعني في النهايه، تتقبلني كاخ صغير لحضرتك يعني. اتفضل. سياده المستشار، انت قيمه كبيره، انت راجل كنت رمز ورئيس نادي الزمالك، وانت راجل مستشار وقاضي سابق، ودلوقتي محامي من اكبر محامين في مصر. منطقيا كده لما بتطلع في اكتر من برنامج وبتتكلم على شيكابالا انه بيسهر وان هو بتاع بنات، وان هو اكيد من جواه، هو من جواه هيكون متضايق من رئيس. استنى بس اكمل لك بس. انا اكمل لك، انت تسمعني، انت طيب، انت اللي تسمعني. لا انا هقول لك وبعد كده اسمعك. انت تسمعني وبعدين انت اسالني بعد كده. يا استاذ مرتضى، استاذ مرتضى، انا بوجه لك سؤال وبعد كده رد عليا. القناه عندك يشتمك يقول لك امك كذا. يا سياده المستشار اصبر بس، اصبر. ان في النهايه انا قصدي ان حضرتك بقيمتك ما تدخلش نفسك مع اللعيبه، يعني انت دلوقتي دول لعيبه صغيرين في السن يا سياده المستشار. يعني لما مذيع يسالني مقدم زي حضرتك عن شيكابالا اقول له اصل انا خايف جبان برتعد منه عشان ده شيكا بيكا؟ طب لا انا قبل كده حصل، من جمال حمزه وتطاول، وانا برضو كنت رافض لتطاول جمال حمزه لانه صغير في السن، وفي النهايه انت ضعف عمره، ضعف عمر شيكابالا اكتر. انت حضرتك ليك قيمه، فانا قصدي ان انت حضرتك بقيمتك دي ما دخلش نفسك في مهاترات مع لعيبه الصغيرين في سن. الثقافات بتختلف، الافكار بتختلف، ثقافاتهم بتختلف، فانا قصدي يعني يا استاذ خالد، حضرتك خلاص في وجهه نظرك خلاص وصلتني. اتفضل يا حضرتك يا استاذ خالد، يعني انا شيكابالا ده كنت باخده من تحت المدرجات، وانا اللي كنت متبنيه، تمام، خلاص، وكنت واقف وراه وكنت بشجعه لما يغلط. يا خالد او ابني امير يغلط ولا احمد، مش واجبي ان انا اقول له الطريق الصح ايه. لما اروح انا بصر بس، اروح اتعشى بالليل مع منير حسن ولا كامل بطار، تمام، في المونديك، والاقيه نازل الساعه كذا مع كذا بكذا، ها، مش من واجبي ان انا انبه يا استاذ خالد. بس ممكن تنبهه مش في الاعلام، يعني ممكن تنبهه عشان هو لو في الاعلام اتفضل، يبقى انت كده بتفضحه، يعني ما تقول في الاعلام بتفضحه. اذا كنت بتجد مبرر للاستاذ شيكابالا، انا مش بجد مبرر يا سياده المستشار، ما كذا، ما اعتقدش ان ده شيء بتربوه يا خالد. لا والله انا مش بجد مبرر، بالعكس بالعكس يا سياده المستشار، انا قصدي ان انت تقومه، ان انت تحتويه. اذا كنت عايز تربيني النهارده عشان شيكابالا برضو، يعني حضرتك طالبني عشان اتربى. لا طب ممكن اقول لحضرتك حاجه بس، يعني انا سيبني الاخر بقول لك بعد اخلص، وبعدين من حقك يا خالد تقول انا اتصرفت غلط. لا انا قلت ان شيكابالا اخطا، وان شيكابالا عيب، وان سياده المستشار رمز وقيمه، وانه اخطا خطا كبير جدا وعيب، ولكن انا بقول لحضرتك اختلاف الثقافه واختلاف التفكير. يعني انت عارف ان انا لا اسمح لنفسي، وسام اكبر مني بسنتين، لا اسمح لنفسي ان انا اتطور عليه حتى لو اختلف معاك. ده انا معاك، خلاص انا معاك. بس طب ممكن بس اوضح حاجه في الحته دي بس تسمعني فيها. ده طبعا ان انت تخش في معركه مع اللعيب ده اسلوب. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، كان حصل وقعه مع كابتن صالح سليم وكابتن احمد شوبير، وكابتن صالح كابتن شوبير قال كلام سيء جدا على كابتن صالح سليم، وكان ساعتها كابتن صالح سليم موجود في لندن، وكان هو ساعتها لعيب وساب الكوره، وكان قال كلام ملوش اي لازمه عن كابتن صالح. فكابتن حسن حمدي في اجتماع مجلس الاداره، واعتقد كان موجود فيه المهندس ابراهيم معلم ودكتور حسام بدراوي، خدوا قرار بايقاف كابتن احمد شوبير وتحويله للتحقيق في الاتهامات التي وجهها الكابتن صالح سليم. ثم عاد كابتن صالح سليم وعلقوا هذا الايقاف على بوابه النادي. ثم عاد كابتن صالح سليم من لندن وقال، كان ده في حضور يعني في حضور المجلس، قال لهم انا ما يوصلش خلافاتي كرئيس نادي النادي الاهلي ان انا اوصل في خلافات مع لاعب كره سابق. انا اكبر، حتى لو اساء الي انا، ان انا اكبر من كده يجب ان اترفع. انا بقول لكم انتوا غلطانون، اتفضلوا ارفعوا الورقه اللي محطوطه وتفضلوا يجي يحضر. انا مش هصغر نفسي ان انا اخش مع خلاف مع لعيب سابق، لان انا قيمه، او يعني مش سابق، رئيس لعيب في النادي، يعني رئيس نادي الاهلي قيمه كبيره لا تستحق ان يدخل مع واحد اقل منه. وده اللي انا عايز اوصله لك يا سياده المستشار، ان انت قيمه كبيره يا سياده المستشار. اتفضل اسمح لي بقى اكمل بعد اذنك. اتفضل. اللي حصل بالظبط يا بيه ان انا ما كنتش هاخد موقف. انا قلت، وبعدين بعد كده اتكلمت مع استاذ سمير وقلت خلاص زي ما انت قلت لاعب، تمام؟
فوجئت ان ممدوح عباس نازل يهني اللاعب في اوضه اللبس. خلي بالك كل دول انا ما خدتش اجراء وكنت استطيع ان اخد اجراء وانا في اسكندريه. بس هو يقال ان هو نزل لامه. لا يا بيه حضر يا استاذ خالد خليني اكمل. ماشي اتفضل. انت برج الحمل واضح. لا انا اسد. مش واضح انك اسد خليني اكمل. طب ماشي اتفضل. استاذ فضل. خالد انا هريحك اوصل لك اللي انت عايزه دلوقتي. اتفضل. انا تصورت ان اللي هيحصل بالظبط ان الاخ ممدوح عباس هيعتذر في بيان. او يقول له اعتذر للراجل. نزل حضنه في اوضه اللبس ده كل الصحف مش انا اللي بقول. كل الصحف خلاص وقال له شد حيلك يا شيكابالا وما تخافش. حضرتك انتظرت من حسام وابراهيم انهم يقولوا وهم علاقاتي بيهم انت عارف علاقتي بيهم انت عارف يا خالد ان انا متبنيهم لغايه اللحظه دي تمام ولا حد سال فيا خلاص فوجئت بصحيفه الاهرام خلي بالك اقرا النهارده الاهرام ممدوح بس بيقول ايه انا اي حد هيتكلم عن لاعب عندي انا اللي هتفضله وقت عرفته الله لا ده القصه بقى مش ماشيه شيكابالا لا دي القصه ولد قليل الادب جابوه يشتم الراجل عشان يهزقه وبعدين مرتضى منصور حالع الجزمه ضربه بيها في الملعب قوم الحكم اللي انا واخده مصر كلها فرحانه ادي الراجل قليل الادب شوف نزل لعيل صغير تمام لما يطلع روف جاسر بقى مع الاخ مدحت شلبي ويقول له يعني ايه يعني مش كبالة يعني ايه هو فيها ايه يعني الله ده انتم هو المهندس روف جاسر طلع مع كابتن مدحت ايوه بيه اول امبارح على الهوا ايوه بيه اول امبارح طب يعني مع احترامي يعني انا اسف ان انا هقول الكلام ده بس المهندس رؤوف جاسر وكابتن مدحت كانوا بيشتموا بعض برافو عليك طلع وقعد معاه ساعتين ونص خلاص وهنتكلم في الموضوع دلوقتي عشان انا والله ما اعرف والله العظيم اول مره بنتكلم عن الديمقراطيه فضل. انا عارف انك انت واسامه مهتمين بالديمقراطيه اكتر من شيكابالا تمام انا انتظرت حد يا جماعه ان هو يقول لي يا استاذ مرتضى احنا اسفين لغايه ما لقيت ابراهيم يوسف في مع الاستاذ كان في مداخله مش عارف مع الدكتور مصطفى عبده او مدحت شال ما اعرفش بعد الماتش لقيته بيقول الموقف اللي شيكابالا عمله مع مرتضى عمله معايا انا وابراهيم حسام في اوضه الجهاز نفس الموقف الله ده ابراهيم بقى اللي قاده مجلس اداره اللي موجود دلوقتي ما هو مش ده من سابق يا جماعه خلاص ده الموجود الحالي يبقى اذا هذا اللاعب محتاج ان هو يتقرس ودنه ليه يتقرس ودنه عشان يعرف يا اخي انا لا اسمح لاي واحد في الجمهور او لاعب لو انا رئيس نادي الزمالك النهارده انه يمس ممدوح عباس بكلمه ما اسمحش ليه؟ لان ممدوح عباس اتعلقت صورته في يوم من الايام رئيس نادي الزمالك بالتزوير بالتعيين باي حاجه كان رئيسا لنادي الزمالك خلاص لكن لما رئيس نادي الزمالك يقول للواد النهارده في الاعراب والنائب بتاعه اول امبارح اي حد هيجيب اسم لاعب على لسانه احنا وراه هنقطع مش عارف ايه يعني اذا دي خطه يا استاذ اسامه مدبره سياده المستشار معلش انا بقطعك عشان اذان المغرب بس عايز اقول لك ان كابتن ابراهيم امبارح كنت معاه في التليفون قال لي ان انا غير راضي عن ما فعله شيكابالا وغير راضي عن ما يفعله حسين ياسر وكان على فكره حسين ياسر راح لهم المكتب في توينز اللي هو مكتب بتاعهم في مصر الجديده وقعد معاهم وقرروا عقوبه ماديه على شيكابالا وعقوبه ماديه على حسين ياسر وابراهيم نفسه قال لي انا لا اقبل ان يكون في تطول على اي رمز من رموز نادي الزمالك. شكرا سياده المستشار مرتضى منصور نطلع لاذان المغرب فاصل اعلاني ونعود مره اخرى.